كان الخليج هو الأقرب. لكن الآن محاولة في كرة تصل مجرى الشيبي تمرير، الله بكل مرة كرة بعيدة كرة عالية، لكن الآن تعلو الصيحات وتعلو الهتافات والتشجيع مع هذه التسديدة، مع هذا الهدف، مع هذه اللقطة اللي ما كانت منتظرة، ما كانت في الحسبان. مجرشي أضاع الكثير من الفرص لكنه ضيع أو لكنه سجل الأصعب. هذا اللاعب يبحث عن الأصعب، أعطوه المساحة، أعطوه الفرصة، نظر للشباك وحدد موعد مع الشباك، ويا شباك استسلمي. مجرشي سجل الجول بذكاء فعلا.